يعني يعني جزء من دوام أو إطالة صلاحية المحتوى أنك تتواكب مع نعم الأدوات. نعم نعم طيب الدكتور، احنا بنرجع للأدوات، لكن أنواع المحتوى، هل هناك أنواع الشخص لازم يعرف وش النوع المناسب له في الصناعة؟ بالضبط، في محتوى مسموع، في محتوى مرئي، وفي محتوى مكتوب. طبعا كل شخص يحدد وش المسار الجيد. ايضا طلع عندنا الحين نشوف البودكاست، هو برودكاست صار اسمه، اللي هو البودكاست المصور، او اللي يعني تشوفه الان في اليوتيوب وكذا. فبس الفكره هنا مو في الانواع، الفكره انا وش اللي يناسب امكانياتي. في ناس ما يحب الظهور امام الكاميرا مثلا، ولغه الجسد عنده ممكن تكون صعبه، ممكن ما تمرن، فهو اساسا ما يبغى. وفي ناس يحب الصوتي، والصوتي ثقله يعني اقوى، بما انه في تنويع في الصوت وكذا. المرئي او عفوا المكتوب، طبعا اكيد انه يكون له ملكه في الكتابه ولا يحتاج الادوات. انا دائما ارتبها في موضوع المرئي، لان في الامكانيات المرئي اكثر تكاليف، اكيد باهظه تكاليفه من متوسطه الى باهظه، والمسموع ايضا من متوسطه لبعضها. ولكن الكتاب يعتقد ان كيبورد ولا قلم ورقه وخلاص، وتنشر على اي منصه عندك موجوده. يعني يعني بمعنى ان اذا انت ما تمتلك مهارات، مثلا تكون مهارات التحدث امام الجمهور او التعامل مع الكاميرا او اداره الحوار، في انواع ثانيه ممكن تصنع فيها المحتوى، يعني اما بالكتابه او كذا، يعني حسب مهاراتك ممكن تحصل النوع المناسب لك. بالضبط، هو اساسا يعني هو الشخص له، سبحان الله، كل شخص له. احنا فروقات فرديه، في ناس يحبون الكتابه، في ناس يحبون السماع. يعني انا قبل فتره كنت ماسك سفر، خط سفر، وكنت اسمع البودكاست، برودكاست اشوفه امامي، فسبحان الله جيت ونزلت البودكاست ابغى اسمعه 10 دقائق حرفيا يا استاذ، انه 10 دقائق وطفيت البودكاست، لاني وش رجل يمكن احب الاشياء البصريه اكثر، فطفيته. ففي ناس زي ما تقول يفضلون من ناحيه المشاهد، من ناحيه صانع المحتوى. يعني في ناس عندها امكانيات في المرئي، في المسموع، في المكتوب، وايضا في ناس يحبون المرئي، في ناس يقرؤون، في ناس يسمعون مثلا.